اخواني اخواتي متتبعي قناه راعي الغنم بلاطاس متوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم الاخوان. اليوم الاخوان كما وعدناكم 15/3/2023 مراحل انتقاء الوشم لسلاله تيم حضيت. من الاخوان كسبت الاخوان العمراني، نتنسرجعوا ان شاء الله غادي نبطوا باش ندوزوها. خليكم معنا، الكماله ديال الفيديو ان شاء الله غادي تكون فيها جميع المراحل ديال الانتقاء، ونتمنوا من الله التيسير، نتمنوا من الله يجيب سوبر، وتحياتي للجميع. المراحل الاخوان غادي تشوفوها معنا ان شاء الله حولي حولي قدام لجنة واحد واحد ان شاء الله، ونتمنوا من الله التيسير يطيح ان شاء الله سوبر شي 10 ان شاء الله الى سخر الله، اللهم يسر. الباب هنا باش ما يبقاش يجيو شي صح. اجواء بالحق خرج كامل راه كاين فرعون شد عثمان غير واحد تزيدوا لعندي؟ ها؟ عمري خلا هاد الجوج تيجيو وليد العمل هاد الصغار ودي شي بايج وحيدهم في التالي. شنو؟
عجوج بروميانات يلا سي واش دو هيدا اخو حمو البرومينا عمراني تسلم وحده شحال باقي لهم مازال أحياتي المتتبعين انا تعيط لي Thank you.
دوزيام شي تروازيام خضر ها 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 عطيتي الجبن ولا مازال؟ مازال اخو تيقرب واحد من بعد ياك مليقه مليقه الحال. هنا الاخوان هنا الكسابه كلها كسابتي يعزل داكشي اللي يعجبو تيرسمو حتى هاد الكسابه هذا راه تيعزل هذاك اللي حولي تبارك الله برومي هو غير برومي وهذا بيطيط هذا لي ريفيزي هذاك راه مرشوم في الرياض زين عمراش تحياتي اعطيك Thank you.
Thank you.